فازت شؤون الجنسية والجوازات والإقامة في وزارة الداخلية ضمن الجهات الحكومية الحاصلة على جائزة التميز تقديرا لجهودها المتميزة في التواصل والتفاعل مع العملاء في إطار النظام الوطني للمقترحات والشكاوى تواصل. وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف معالي الشيخ هشام بن عبد الرحمن آل خليفة وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة. مرحبا بك معنا في نشرة الثالثة، وطبعا فوز شؤون الجنسية والجوازات والإقامة بجائزة التميز يعد تقديرا لجهودها المتميزة في التواصل والتفاعل مع العملاء. ما هي المقومات التي أهلت الجنسية والجوازات لهذا الفوز؟ مساكم الله بالخير. إن تكريم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة ضمن الجهات الحكومية الحاصلة على جائزة أفضل أداء لشرف كبير، حيث يأتي هذا التكريم تقديرا للجهود المتميزة في التواصل والتفاعل مع العلماء والعملاء في إطار النظام الوطني للمقترحات والشكاوي تواصل. وهذا الإنجاز لم يكن ليتحقق إلا بفضل توجيهات ومتابعة دائمة من قبل الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية، كما أن من أبرز مقومات نيل الجائزة هو فريق العمل المتميز والسعي للتطوير الدائم لرفع كفاءات وفعاليات الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين. طبعا إيمان منه بالدور الإيجابي للتواصل الإلكتروني المباشر مع العملاء، فقد انضمت شؤون الجنسية والإقامة إلى النظام الوطني المقترحات في نوفمبر 2020 لتعزيز التواصل مع الجمهور والمستفيدين. والحمد لله يعني استطعنا بناء على الإحصائية لعام 2021 لنظام الوطني التواصل، فقد تم التعامل مع إجمالي 17,146 شكوى مقترح بنسبة 100%. هذا شيء نفتخر به، ويعد هذا التكريم حافز لبذل المزيد من الجهود في سبيل التواصل والتفاعل مع العملاء والارتقاء بالخدمات الحكومية بشكل عام. نعم معاليك، هذا المستوى المتقدم في التواصل الفعال والاستجابة السريعة للشكاوى والمقترحات تعبير عن الجاهزية في تقديم الخدمات. ما هي أبرز المشاريع الخدمية التي تقدمها الجنسية والجوازات والإقامة؟ طبعا تقدم شؤون الجنسية والجوازات والإقامة العديد من الخدمات لمختلف العملاء، من ضمن إداراتها المختلفة كإدارة الجوازات التي تقدم خدمات تجديد وإصدار الجواز السفر وتعديل بيانات الجواز وتذاكر المرور، بالإضافة إلى الخدمات الأخرى المرتبطة بها، كما تقدم إدارة التأشيرة والإقامة جميع الخدمات المتعلقة بإصدار وتجديد التأشيرات والإقامة والخدمات الأخرى الخاصة بها. لأن أبرز الخدمات التي تتصدر اهتمام وتركيز شؤون الجنسية والجوازات والإقامة في الفترة الأخيرة هي تلك الخدمات التي تضمنتها 24 مبادرة التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، واللي هي تعتبر طفرة نوعية في تطوير خدمات شؤون الجنسية والجوازات والإقامة. وتأتي هذه الخطة من ضمن خطة التعافي الاقتصادي لتعزيز تنافسية مملكة البحرين ودعم مسارات التطور في مختلف القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والخدم. ولا شك يعني من أبرز المبادرات اللي طبعا الكل سمع عنها، أول شيء الإقامة الذهبية وكذلك الإقامة الرقمية. واحنا اليوم يعني حققنا الحمد لله افتخر ان حققنا وتم تنفيذ 14 مبادره من ضمن ال 24 ما نسبته 58%، وهذه شيء نفتخر به. واحب ايضا ننتهز هذه الفرصه في ختام هذه المداخله نشكركم وان نهنئ القياده الرشيده وشعب البحرين الوفي بقرب حلول عيد الفطر المبارك، وكل عام وانتم بألف خير صحة. كل التوفيق لكم معالي الشيخ هشام بن عبد الرحمن آل خليفة وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة، شكرا جزيلا لك.